اتصالات المغرب المسرد الرسمي للفريق الوطني. استعدادات غير عادية داخل بيت عائلة أمين حارث لاعب شالك الألماني والوافد الجديد على المنتخب المغربي. قبل ساعات من انطلاق المباراة الحسم بين المنتخبين المغربي والإيفواري، أجواء خاصة في بيت العائلة الكبيرة بحي عين الشق بالدار البيضاء. الجد والأب والأعمام والأقارب والجيران يتطلعون إلى تأهل مغربي إلى المونديال ويفتخرون بابن لهم صار عضوا في هذا المنتخب، وتقول التوقعات إنه سيكون واحدا من نجومه في المستقبل. والإحساس تاع الأب كيكون أكثر أكثر فأكثر، لحقاش الإبن تاعو كيشوف الإبن تاعو هو اللي كيلعب في ذاك المنتخب كيمثل واحد من العائلة في هذا المنتخب هذا المغربي. الحمد لله، وحنا فرحانين وكنتمناو إن شاء الله بإذن الله الانتصار، وهذا ماشي انتصار غير العائلة وإنما انتصار للشعب المغربي ككل. ظروف خاصة منعت الأم من مشاركة العائلة أجواءها، لكنها حرصت على تسجيل حضورها بطريقتها الخاصة، وهي تتابع كل كبيرة وصغيرة من العاصمة الفرنسية باريس. غياب أمين عن المباراة أمر لا يشغل بال العائلة، فالأهم هو التأهل. بداية صعبة لأسود الأطلس أمام فيلة الكوت ديفوار جعلت القلق والتوجس يأخذان مأخذهما من كل من حضر. التوتر البادي على الوجوه سرعان ما زال إلى غير رجعة بعد أن جاء الفرج من قدم نبيل درار ليعبر كل واحد بطريقته عن فرحة مستحقة. الفرحة سيكتب لها أن تتكرر مرة أخرى في الشوط الأول بعد أن أضاف العميد المهدي بن عطية الهدف الثاني، رغم أن المباراة ينتظرها شوط ثاني، لكن يبدو أن الطريق إلى المونديال أصبح معبدا. دابا بروميير ميطا خرجوا 2-0، كنتمنوا ان شاء الله 45 دقيقه نزيدوا واحد الهدف ولا جوج اهداف وفيف لو ماروك. رغم التقدم المغربي في النتيجه بهدفين ورغم ان التعادل يكفي للتاهل، فان الشوط الثاني اعاد التوتر الى النفوس بعد ضغط من الإيفواريين على مرمى الحارس منير المحمدي. كل شيء مر على أحسن وجه في هذا الشوط. النتيجة النهائية هدفان دون رد للمنتخب المغربي، وأخيرا حلم طال انتظاره تحقق. النتيجة كتشرف المغرب وكتشرف جميع المغاربة، جميع المغاربة كتشرفهم الحمد لله داخل الوطن وخارج الوطن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وباسم عائلة ديال الحارث كنهديو هذا الانتصار للشعب المغربي كافة من طنجة للقويرة. الأم بدورها لها كلمتها بعد التأهل، فرحة بتأهل منتخب بلدها وفرحة بانتماء ابنها لهذا الجيل الذهبي. التأهل يستحق احتفالا خاصا داخل بيت العائلة الكبيرة لأمين حارث في انتظار الأفضل خلال مونديال روسيا الصيف المقبل. اتصالات المغرب المسرد الرسمي للفريق الوطني.